أخذت كذا دورة من الاي اس اس اي، بعدين عطوني الماستر ترينر، يعني اعلى درجة مدرب ماستر. هذه شهادة تخصصية. في عندنا الماستر نوعين، الماستر اكاديمي، الماجستير، في عندنا الماجستير المهني نفس هذه الشهادة. هذه كل الدورات اللي شاركت فيها. السلام عليكم، يا اهلا سهلا فيكم في حلقة جديدة. ان شاء الله تكونون بخير وفي احسن حال يا رب. شو اهمية حصولك على شهادة مهنية والمشاركة في دورة تدريبية تخصصية؟ من واقع تجربتي شاركت في اكثر من 25 دورة. عندي شهادات من مركز اعداد القادة في الامارات، في دبي، عندي شهادات في البحرين. شاركت في دورات تخصصية، شهاداتي من ولاية كاليفورنيا في امريكا، في عندي شهادة من كندا. طبعا بشارك تجربتي، شو استفدت وليش شاركت في هذه الدورات. قبل كل شيء لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك المقاطع الجديدة او الحلقات الجديدة، ولا تنسى تضغط على لايك على هاي الحلقة، ما بياخذ من وقتك اكثر من 3 ثواني. اذا كنت من الاشخاص المهتمين في اللياقة البدنية والتغذية والتنمية الذاتية او التطوير الذاتي، فانت في المكان الصحيح. اولا، انا ليش اشارك في الدورات التخصصية او الدورات المهنية؟ رقم واحد، الدورات التخصصية او الدورات المهنية تعطيني كم معرفي من المعلومات، احصل على معلومات في هذا المجال التخصصي، لاني احتاج اني اطبق هذه المعلومات سواء في الحياة سواء في المجال اللي اعمل فيه. رقم اثنين، الثقة بالنفس. بمجرد ما احصل على المعلومات اللي احتاجها من الدورات التخصصية واحصل مثلا على هذه الشهادة، ثقتي بنفسي تزيد. ولما ثقتي بنفسي تزيد نتيجة المعلومات اللي حصلت عليها اللي بستفيد منها وحصولي على هذه الشهادة، هذا يعطيني دافع وقابلية للاستمرار في المجال اللي متخصص فيه او المجال اللي اعمل فيه، ويعطيني قابلية والاستمرار على اني اتعلم بشكل مستمر. ولما اكون شخص متعلم بشكل مستمر، يعني احصل على معلومات اضافية على المعلومات اللي حصلت عليها في الدورات التخصصية اللي شاركت فيها. رقم 3 واهم امر، ان المشاركة في الدورات التخصصية وحصولي على المعلومات تساعدني على استخدام هذه المعلومات في مواجهة الظروف الصعبة او التحديات اللي ممكن تواجهني. لان الشخص اللي محصل نفسه بالمعلومات وعنده معلومات في مجال او في مجال معين، هذا الشخص يقدر يواجه التحديات او الصعوبات اللي ممكن يواجهها. لذلك الدورات اللي شاركت فيها 25 دورة و30 دورة لمعلومات جديدة، خلتني شخص واثق من نفسي وشخص قادر على مواجهة التحديات والصعوبات اللي ممكن اواجهها في مجالي او في الحياة. لذلك انت لما تشارك في دورات تخصصية مهنية، دورات تدريبية، مثلا انت الان شخص ما مشارك ولا في دورة، حاول تشارك كل 3 سنوات في دورات في مجال انت تحبه، في تخصص انت تحبه. سنويا لما تشارك في 3 دورات تدعم تخصصك او تدعم مجالك، فانت بتحصل على معلومات، اولا معلومات انت ما كنت تعرفها، ثانيا تزيد الكم المعرفي او كم من المعلومات عندك،
رقم 3 ثقتك بنفسك تزيد، رقم 4 بتكون قادر على مواجهة التحديات والظروف الصعبة اللي ممكن تواجهها، سواء في عملك، في البيئة المحيطة، أو في الحياة، أو أي مكان. فبمجرد ما أنك تشارك في دورات تخصصية بعد فترة، حاول تجري مقارنة بينك وبين نفسك، بتلاحظ أنك تغيرت وللأفضل.